بكم إلى الحصاد الاقتصادي من القدس.com. أهلا بكم. بدأت الحكومة الفلسطينية مطلع الأسبوع الحالي تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة لتصبح 16%، الأمر الذي دفع العشرات من المواطنين بالخروج إلى شوارع مدن الضفة رفضاً للقرار الذي اعتبره محللون خطوة أخرى لإفقار الفقراء. ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات في مراكز المدن الرئيسة للضغط على الحكومة واتخاذ خطوات عملية لإنصاف المواطنين على حد تعبيره. أكد رئيس سلطة المياه شداد العتيلي أن أزمة المياه ستكون أقل حدة هذا الصيف من العام الماضي في المحافظات الفلسطينية، موضحاً أن سلطة المياه قامت ببناء الخزانات والخطوط الناقلة والشبكات في العديد من التجمعات، إضافة إلى الحصول على كميات جديدة من المياه لبعض المحافظات، ما ساهم في تحسين إدارة المياه ووفرتها. تعالت أصوات فلسطينية مطالبة بضرورة دعم زراعة القمح تزامناً مع موسم الحصاد الذي بات يواجه تحديات مختلفة أهمها الاحتلال الإسرائيلي، وتزايد الطلب على القمح ليفوق الاستهلاك أضعاف المنتج مرات عديدة. وتأتي هذه النداءات في وقت يتهدد فيه محصول القمح عوامل كثيرة أدت مجتمعة لتراجع كميات إنتاجه إلى أقل من 10% مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي، وينتج المزارعون نحو 40,000 طن من القمح ويستهلكون أكثر من 360,000. استبعد تقرير أمريكي حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته قرابة 5 مليارات دولار قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي لم يحدد موعدها بشكل نهائي. وقال التقرير الذي أعده معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكية إن مصر تحتاج بشكل واضح إلى المساعدات الخارجية، ولكنها غير قادرة على توفير الاستقرار بما يكفي لأن يسمح للدعم المالي ليكون له تأثير سليم. وأضاف أنه نتيجة لذلك فإن نوعاً من الجمود سيتواصل بين مصر والمانحين الغربيين أو الدوليين. ختمت بورصة إسطنبول تداولاتها على هبوط حاد ناهز 10%، وذلك في سادس أيام التظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على خلفية مشروع تطوير منتزه في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول. كما هوت الليرة التركية إلى سعر 2.5 ليرة مقابل اليورو بعد أن كانت تصرف بليرتين و35. وقال تقرير إن الهبوط الشديد لأسهم بورصة إسطنبول تعد مؤشراً على أن العوامل السياسية في العنصر الأساسي الذي يحدد مصير الأسهم في الأسواق الناشئة. وسعت أمريكا عقوباتها على إيران لتشمل القطاع البتروكيماوي، وتحديداً 8 شركات تسيطر عليها طهران وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية. واستهدفت الإدارة الأمريكية صناعة البتروكيماويات لأنها تشكل مصدر العائدات الرئيسي للجمهورية الإسلامية منذ فرض حظر دولي على النفط الإيراني. ويذكر أن إيران تخسر شهرياً من 3 إلى 5 مليارات دولار بسبب عقوبات المجتمع الدولي التي تستهدف صادراتها النفطية. نهاية الحصاد الاقتصادي، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.